هذا وأقام صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر مأدبة غداء ظهر اليوم بفندق الريتز كارتون تكريما للأرشدوقة هرتا مارغريت رئيسة جمعية تعزيز السلام النمساوية الدولية وقرينها الدوق ساندور فون هابسبورغ نائب رئيس الجمعية والسيدة أنا تيبوجوكا الوزير السابق للأراضي والإسكان والتجمعات البشرية بجمهورية تنزانيا والوكيل السابق للأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي السابق لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الموئل حضرها عدد من أصحاب السمو وأفراد العائلة الملكة الكريمة وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين بالمملكة.